والزعفران مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. نحن منتظرين إشارة البدء لتكون حاضرة مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اعلنت انطلاقة الشوط العاشر والشوط الاول الرئيسي بترتيب الشوط العاشر، شوط الكاس والمشاهد الزعفران المقدمة وصدارة الحصان، وحسن بن خليفة بن حسن الجفالي النعيمي راعي العجازات وراعي العوايد رصيده وشاح وكاس وسبقه بهذا التحدي بنفس الشوط الاول الرئيسي، شوط الانتاج والحصون المرشح الغوي. ولكن دخول مباشره وصل هنالك موفق ومحمد بن التويم، بن التويم العريض من يقدم لنا موفق، ولكن دخول مباشره الله الكاتم ومحمد بن ناصر الطريبيل وخبير المضمرين غادم مع الكاتم. الكاتم هنالك الكاتم وشوط الكاس يا بن طريبيل، ولكن الحصان يغاتل ولكن وصل ليغاتل شاهين ومحمد بن عبد الله البريدي ورابع الاسماء وصل الفايز ومحمد بن سالم بن شاهين المري. ولكن برجع الى الحصان بوب المعركه، المعركه الحصان راعي الانجازات في رصيده كاس ووشاح وماده الزعفران والانتاج. الحصان وحسن بن خليفه بن حسن الجفالي النعيمي الغادم بوب الفايز ومحمد بن سالم بن شابل، ولكن الحصان ما طاع يسلم بوب روح النعيمي الجفالي مع الكاس، الكاس والزعفران والوشاح. سلام يا الحصان وشوط الانتاج كمل الحصان. تهانينا لمالكي الحصان حسن بن خليفه بن حسن الجفالي النعيمي، ثاني الاسماء كان من نصيب الفايز، ما قصر محمد بن سالم بن شابل المري، ثالث الاسماء كان من نصيب شاهين ومحمد بن عبد الله البريدي. التوقيت الزمني ساعة وصول الحصان لخط النهاية، قطع مسافة 1500 متر دقيقتين 15 جزء يتيما. تهانينا والناموس لمالكي الحصان حسن بن خليفة بن حسن الجفار النعيمي في